الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد في هذا الأسبوع للحديث عن الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام. كما هو موضح أمامكم طلابي، هناك خريطة لابد من السير عليها خلال إعطاء هذه الحصة خلال وهذا الأسبوع. نقول أولاً تقديم الحقوق، منها تقديم النصيحة لولي الأمر، أيضاً مشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها، بعد ذلك ننتقل للشورى، وبعد ذلك ننتقل لجهاد المرأة. في البداية عن المشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها، لابد من أن نتحدث عن مشاركة في صنع القرار في عهد النبي، والمشاركة في الهجرة إلى المدينة المنورة، وممارسة الحق في إعطاء الأمان. لذلك طلابي نقول، ما المقصود بالحقوق السياسية؟ الحقوق السياسية هي الامتيازات التي تمنحها الدولة للمواطنين وينص عليها الدستور، وتمكنه من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة. لذلك خاضت المرأة في الإسلام معترك الحياة السياسية، وعهد إليها بالكثير من الأعمال والمهام التي تشير إلى إقرار الإسلام بذلك. إذا ما تحدثنا عن تقديم النصيحة لولي الأمر، نقول بأنه يعد إبداء النصح والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات في الإسلام، وهو مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء. لذلك قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن ثم يمكن للمرأة أن تقدم النصح في الشؤون العامة، وهو نصح يندرج ضمن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعد من أعظم الواجبات في الإسلام. لذلك قال النبي: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا من الموضوعات التي تتعلق في المرأة الجهاد، كما ذكرنا نقول بأن المرأة شاركت في الجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وفي هذا إشارة إلى مشاركة النساء، وأن النساء كن يسهمن في خدمة المقاتلين، ويعملن على إعداد الطعام لهم وتزويدهم بالماء ومداوات الجرحى ونقل الشهداء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للنساء حمل السلاح ونسوة حمل السلاح في الجهاد. فعن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه. فجعل رسول الله يضحك. هذا دليل على مشاركة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن للمرأة حقوق سياسية لابد من مراعاتها، كما قلنا كالجهاد والمشاركة في صنع القرار وممارسة الحق في إعطاء الأمن والأمان. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوعنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم عن عنوان درسنا: التعايش الإنساني. دمتم برعاية الله طلابي الأعزاء.